معرض مهم جدا صار بروما من كم يوم معرض لسامسونج سامسونج فورم واكيد فقره التكنولوجيا وفادي ندعو على هالمعرض كمان الحمد لله على السلامه امبارح رجعت يعني شفت اشياء حسيت انه عم بلش فوت على مستقبل يعني على ال يعني فيوتشر از هير 100% يعني اقول راح بالتحديد صباح الخير للمشاهدين انا ما كنت معكم على الانترودكشن بس الحلو بسامسونج انه كل سنه عندهم شيء جديد وهالجديد كله اكيد بيفيد المستهلك وبيساعده اكثر بحياته اليوميه بشكل ما بخبرك قد هلا رح نشوف بالتفاصيل عن الايتمز اللي كانوا معروضين اللي هو ذا نيو لاين اب تبع سامسونج ومنشوف قديش في فروقات يمكن مرات بنقول انه صغيره او بسيطه او وات بس بتعمل فرق كثير كبير بحياتنا اليوميه بس بالاول رح نشوف ريبورت ريبورت صغير مع انترفيوز ل ل ل هونيك بروما رح نحضره سوا yeah. وبنرجع بنحكي بالتفاصيل عن الايتيمز كل برودكت انا اسمي احمد الرماحي من مكتب سامسونج ليفان المشرق العربي مسؤول عن قسم التلفزيون والمسموع والمرئي يعني حاليا برضه مسؤول عن قسم التسويق في سامسونج ليفان طبعا اليوم انا بحب بدايه ارحب فيكم هنا بروما المؤتمر الثامن لسامسونج السنه هاي او سامسونج كرائد في عالم الالكترونيات والادوات المنزليه الكهربائيه كنا عم نطرح اليوم اللي هو الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز اللي هو انا كيف بقدر اربط جميع الاجهزه اللي موجوده عندي بالمنزل الاجهزه المنزليه وانه اقدر اتحكم فيها والاجهزه بدها تصير تتفاعل مع بعض وتحكي مع بعض فكان عندنا اليوم طرح جديد للتلفزيون اللي هو الاكبر بتقنيه ال8K 85 انش بتقنيه ال8K Resolution وهلا هو مش بس انه التلفزيون عشان اشاهد فيه الصوره فهلا التلفزيون عم بيتطور انه صار هو عباره عن هاب او مركز رئيسي اني اقدر انا اتحكم بجميع الاجهزه الالكترونيه والكهربائيه اللي موجوده بالمنزل فهلا سامسونج بنطرح اللي هو الكونكتيفيتي او السمارت كونكت اب هلا هذا الابلكيشن راح يكون بيربط جميع الأجهزة المنزلية وبيعطي الإمكانية للتحكم فيها من مكان واحد فهلأ من نتخيل أنه اليوم ممكن وأنا عم بعمل عم بتسوق بالسوق أنه عم بقدر أشوف شو في جوة الثلاجة عندي من أشياء وشو اللي أنا بحتاجه وبنفس الوقت ممكن أطمئن إذا الغسالة خلصت الدورة تبعتها أو لا وبنفس الوقت برضه وانا مروح مثلا من الشغل فور اكزامبل بقدر انه اشغل الاي سي عندي بالبيت واحط درجه الحراره اللي انا بدي اياها بلال سيداني المكتب الاقليمي لسامسونج إلكترونيكس نحن كسامسونج الكترونكس وتماشيا مع انه كيف بدنا نحسن حياه المستهلك اللبناني ابتكرنا غساله اسمها كيو درايف، شو هي الكيو درايف؟ الكيو درايف هي drive ماشين غساله تقليديه الفرونت لود بس فيها اديشنال فيتشر فيها باك بليت زياده على المين درام يلي فيها شو البنفيت تبعها شو نحن بنستفيد منها انه بصيروا بيشتغلوا سوا بدل ما تاخذ معنا الغسله ساعة وربع صار فينا نخلص غسلتنا ب 39 دقيقة، زيادة على هيك في عنا برودكت ثاني يلي هو الويند فري اي سي، الويند فري اي سي كثير منا بيكون نحنا نايمين من منفيق بالليل بردانين منفيق بيكون في بنحس حالنا مزعوجين من الهواء جاي دايرت علينا بخلينا نبرد زياده الويند فري اي سي هو اي سي جديد بخلينا آه ببلش بيعمل تيربو كولينج ببرد الاوضه ببرد الغرفه اللي نحن فيها بيرجع بسكر الشفرات وفي 21000 هولز بصيروا يطلعوا الهواء بشكل متساوي لحتى تبرد الاوضه بشكل متساوي كلها سوا وطبعا هول البرودكتس اللي حكينا عنهم هن اي او تي يعني فينا نتحكم فيهم عن طريق الانترنت تماشيا مع استراتيجيز استراتيجي سامسونج لل 2020 يكونوا كل البرودكت تبعولنا موصولين ببعض نقدر نتحكم فيهم من اي مطرح نحن فيه يعني موعودين من هلا لسنتين نتحكم بكل ادوات البيت او حتى مش البيت يعني ادوات الـ الـ نستعملها اجمالا صحيح يعني كل الادوات المنزليه بالتحديد بلس اذا بدك الاشياء اللي موجوده بالبيت مثل يمكن لمبه او في ماشين كل هدول رح يروحوا على الاي او رح يصير كل السيستم موصول ببعضه من تابلت يمكن معك بقلب البيت او سمارت فون او حتى برات البيت هالقد سهله رح نحكي بالتفاصيل بالتفصيل, بالتفصيل مظبوط هلا باول برودكت اللي هو الغساله الغساله هي فكره منا كتير جديدة ك ك نعتبر شيب وبعدها محافظة على كان عندها فينا نقول ميزات صغيرة مهضومة كتير الأدوش أدوش يعني عندها هل فينا نقول الفتحة الصغيرة فيك بوقت من الأوقات أنت نسيت تحط أي غرض بقلب الغسالة، فيك توقف تفتح تحط هالغرض في يمكن كلسات وات ايفر، شو ما كان حتى يمكن يلحق فوج القطع اكزاكتلي exactly. بيرجع بكفي بتكفي الدورة بالغسلة اللي أنت حطيتها بكل سهولة، بلس في كمان شي كان اسمه ايكو بابل، هالايكو بابل هي فكرة كمان كانت كثير جديدة ومهضومة الافونتاج الكبير فيها أنه بتجرب تمشي او بتفوت الهواء مع مع المي وبتعمل بابلز وهالبابلز بيعملوا ديتيرجنت بيخلوا الديتيرجنت ينظف اكثر يعني هالمساحيق اللي عم نستعملها تنظف اكثر الاوساخ هالفكره اللي كثير جديده زياده على هدول هالكيو درايف كيو درايف هي كويك درايف فكرتها كثير مهمه لانه على طول نحن بالبيت عادة بس بدك تحط غسلة يمكن بتاخذ معك وقت طويل وبالتحديد عم نحكي حوالي ال 120 دقيقة يمكن هيدا المينيموم هون بالكويك درايف لأنه طوروا بالدرام تبع الغسالة بهالجرن صار الجرن بيبرم لوحده في بليت من ورا بتبرم لوحدها كمان جرن بيبرم لك اياهم باتجاه معين من فوق لتحت بيصير يقلبوا الغسيلات وال اذا بدك البليت الموجوده ورا قدام لورا يعني عم تشتغل الحركة صارت الدو الابعاد ثلاثه يعني صح صحيح أوكي. صحيح هون مشان هيك صارت اسرع الغساله بس كله مش على حساب اكيد نوعيه مضغفة. الغسيل ولا عم عم ناذي الغسيل اللي موجود بالقلب الغسالي كله بعده بذات الكواليتي عم بيطلع عم نوفر وقت نظيف بس, بس عم عم, نوفر عم نحافظ على كل شيء ولكن عم نوفر وقت صحيح يعني بدل هال 120 دقيقة تنعتبر يمكن عم ننزل ل 39 دقيقة اوكي فهال 39 دقيقة يعني عم نقول عم نوفر فيها وقت كثير وبذات الوقت تقريبا هي عم بيقولوا انه بتوفر 50% وقت وبذات وكهرباء كمان طاقة هيدي هي كان بدي اقول لك 20% من الطاقة هي اوريدي الغسالة من الاساس كانت توفر كمان بالطاقه لانه الانفرتر تبعها هالموتور اللي عم يشتغل فيها هو موتور اكيد مطور اكثر ولانه مطور اكثر قوه الاحتكاك اللي بقلبه عم بتخف وعم بتوفر من الطاقه وهون صارت بذات الوقت فينا نقول هالمده اقصر للغسله مشان هيك صارت عم بتوفر كمان زياده 20% من الطاقه. بيوتيفل هلا بعد فينا نقول في عده امور فيها في عندنا اللي بيسخن السيراميك هو اللي بيسخن المي كمان هذا السيراميك معمول بطريقه انه ما بقى بيجمع عليه شيء ولا بيلزق عليه شيء لحتى يضل عم يشتغل مزبوط ويوفر كمان بالطاقه ما يكون بحاجه لطاقه اكثر او لوقت اطول نعم. لحتى يسخن الماء رح نحكي عن الاي سي ورح نحكي عن كونسيومر برودكتس غيرهم بعده قفه سريعه نغطي بعض المنتجات اللي انعرضت لاول مره من كم يوم بروما ضمن سامسونج فورم فادي كان موجود هنيك وكنت عم تحكينا عن هالغساله الجديده اللي في عندها نيو فيتشرز صح <تضحكي> وقبل ما نختم عن الغساله بس بدي اخبر انه اكيد هي آه، اي او تي لانه انترنت اوف ثينجز كلها موصوله ببعضها اذا عندك تي في بالبيت سمارت وان ذا نيو سمارت تي في الغساله بيطلع لك ويندو على وخلصت هي الغسيل بيطلع لك ويندو بقلب التلفزيون بيقول لك انه آه، خلصت الغسله على على التي في زيادة انه عندها artificial intelligence لانه في مرات كثير بتحتار اي بروجرام بدك تحط له لحتى تغسل الثياب حسب شو ان الثياب فمرات بتحتار اي بروجرام بحط اذا بت... انت بتحدد له بتحط ابلكيشن على على التليفون من التليفون فيك تحدد له انه انت عم بتحط قطن ما بعرف شو هدول الامور كلها بتعطيها انفورميشن هي بتقول اي اي سايكل تستعمل اكزاكتلي exactly. اي سايكل لازم تستعمل سو ذس از ذا الغسيلات كمان هي يعني و... اه قريبا <applause> بتشلك الابيض لوحده والملون لوحده يعني <applause> طول بالك <applause> رح ننتقل لثاني برودكت، ثاني برودكت هو الاي سي والاي سي uh... uh... ويند فري عم نحكي كيف AC. يعني ويند فري بلا هوا لا في هواء بس هي الفكره اللي ما بيزعجك، يعني هل هالاي سي باول مرحله اول شيء الشيب تبعه هو شوية ترينجل شكله لك هي اكزاكتلي الفكره منه انه بيسحب كثير هوا وبيوزع الهوا بطريقه كثير منيحه من من وراء الشيب تبعه هاي اول شغله بس هي الفكره الاساسيه انه ال بوقت من الاوقات انت اول ما تفوت على على الغرفه بتدور الإيسي هو بيروح ماكسيمم مثل كانه توربو اول بيقلع. شيء مصبوع. بيقلع بي بنسبه كثير عاليه بسرعه كثير عاليه ليسقع الاوضه للحراره اللي انت حاطط له اياها باللحظه اللي بيوصل للحراره اللي انت حطيتها بيسكروا الشفرات وفي عنده هولز 21 الف فينا نقول هول صغار كثير هيدول بيطلعوا الهواء بطريقه متساويه بقلب الاوضه يعني ما بتعود بتحس بوجهه معينه من الهواء exactly. اللي عم تضرب مثلا exactly. على التخت او على ما مكان ما بقعد معين ما بعود يضرب الهواء ولا محل فانت فيك تتحرك بالغرفه بلا ما تنزعج بالهواء ولا باي زاويه من الغرفه وبذات الوقت هل هالطريقه عم بتغطي كل الزوايا بقلب الغرفه. جود فهيدي الفكره الجديده من الويند فري وبذات الوقت اذا شفت قطع كمان هي عم بتوفر هون اكيد بالطاقه عم بتوفر حوالي 22% من الطاقه كمان قطع بالفيديو اذا لاحظت في صور عن عدة أشكال للإي سيات الجديدة هدول كاسة إي سي بيركبوا بالسقف منوعين في ريكتانجلر سوري في سكوير مثل سبيكرات الصوت و وسيركلر بالتحديد وهون كمان الهواء بتوزع بطريقه ايفنلي بقلب الاوضه كمان بلا ما يزعج الاشخاص اللي قاعدين لكن هيدي بركي سولوشن بروفيشنال اكثر بدك تعمل امدادات معينه يعني لا لا مكاتب بدك... اكثر بركة نعم. بركي من من بيوت اوكي سو هيدي هيدي فكره الاي سي فهي اكيد متطوره اكثر وبتساعد الاشخاص حتى ما ينزعجوا من من الهواء المسقع بقلب الغرفه اللي بيضرب دايركتلي عليهم بعد في برودكتس غيرهم ما بعرف بدي احكي, بدي أحكي عن هالتي في اللي كمان حكيوا عنه بالريبورت اللي هو 85 انش بعتقد اذا بدك اللانشينج اللانشينج له راح يكون شهر الجاي ب مع سامسونج بس فكره كثير حلوه كثير مهمه ليه 8k resolution نحن اكيد ما فينا نصور 8k بعد ما في شيء بيصور 8k لحتى نقدر نعرضه بس هو التيفي از سمارت انف مع هالارتفيشال انتليجنت لحتى اذا بدك هو شو بتصور هي ريزولوشن بتحط على في هو بيحول لك اياها ل8k So يعني بيحسن لك يعني اذا عم تحضر دي في دي معين شو ما كان بيحسن لك الصوره بيحسن لك الصوره وبيعطيك اياها ب 8k ريزولوشن واو سو so هو سمارت enough لحتى يحول من شو ما كان تصوير لورز عم نحكي ل 8k فهي هي الفكره الاساسيه اذا ما بيعملك تنزعج لما يكون السكرين كثير كبير والكواليتي ما ما تحسنت بتتضايق بس صحيح. هون التي في عم تعطيك ريزولوشن عم تعطيك حلوه ريزولوشن العاليه وبذات الوقت ذس از سمارت موفي ثياتر دايمنشنز يعني 85 85 uh... حجم كثير كبير صحيح واو آه مزيد من المنتجات بفقرات تكنولوجي بتابعوها كل يوم خلال الاسبوع اول شيء بي لايف رح ننتقل لاوتو فوكس ثانك يو فادي ثانك يو لالك ننتقل لاوتو فوكس بنرجع بعدين بفاميلي